صباحك سعيد عبد الإله. بالفعل اليوم مع بداية تطبيق الجرعة الثالثة لدخول المنشآت التجارية والحكومية وغيرها من القطاعات اليوم، ونحن الآن في تقريبا الساعات الأولى لبدء عمل مركز إسكاكا للقاحات. هذا المركز اللي يبلغ عدد المستفيدين منه بشكل يومي أو تبلغ طاقته الاستيعابية ما يتجاوز 3000 مستفيد تقريبا. طبعا رحلة المستفيد لهذا المركز لا تتعدى دقائق معدودة اليوم، ونحن في الساعات الأولى لعمل هذا المركز. يبدو المركز يعني يستوعب، يبدأ باستقبال المستفيدين لتلقي الجرعة الثالثة. وبالفعل عبد الإله رحلة المستفيد هنا في هذا المركز لا تتجاوز دقائق معدودة نظرا لوجود آلية معينة لاستقبال المجموعات وتقسيمها على فترات الدخول وتسجيل البيانات لدى منطقة الاستقبال، ثم الدخول للعيادات المخصصة لتلقي الجرعات. أعداد كبيرة ومتواترة طبعا تشهدها هذه المراكز في منطقة الجوب بشكل عام، إلا أن وزارة الصحة أود أن أشير إلى أبرز جهودها خلال الفترة الماضية والتي قامت بالفعل بحملات توعوية وتعريفية عن تلقي الجرعة التعزيزية استهدفت فيها المجتمع المحلي في منطقة الجوف. هذه الحملات عبد الإله نفذها عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات في وزارة الصحة في منطقة الجوف. استهدفت هذه الحملات طبعا الحدائق والأسواق العامة والجهات الحكومية وأيضا حتى تجمعات الطلاب والطالبات في المدارس. هذه الحملات رفعت من وعي المجتمع وساهمت في تلقي الكثير من المستفيدين للجرعة التعزيزية في منطقة الجوف، ما خفف طبعا وتيرة الضغط على مثل هذه المراكز في الفترات يعني المتعارف عليها في قرب تطبيق الدخول الإلزامي للجرعات الثلاثة للمنشآت التجارية. اليوم عبد الإله مع بداية فبراير لعام 2022 بدأت مختلف الجهات بتحديث أنظمتها لدخول المنشآت لتطبيق الجرعة الثالثة للمستفيدين القادمين لهذه المنشآت، إذا ما تحدثنا عن المنشآت التجارية والمنشآت أيضا الحكومية. سير العملية في هذا المركز يستمر على فترات طويلة، ساعات طويلة خلال اليوم الواحد، تبدأ من الفترة الصباحية تمتد إلى ما يقارب العاشرة والنصف مساء، وهذه الساعات المتواصلة من العمل المتواصل وجود فرق من المتطوعين والكوادر الصحية والكوادر أيضا المختصة بتنظيم المستفيدين ساهمت بسهولة ومرونة العمل داخل هذا المركز وانسيابية الحركة وتلقي المستفيدين لجرعاتهم. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن إبراهيم من إسكاكا، يعطيك العافية عبد الرحمن.